أهلا بحضراتكم مرة تانية وجولة في أهم العناوين وتطورات الأخبار التي جرت على مدار اليوم. هنبدأ هذه الجولة بتشييع جثمان النقيب أحمد وحيد، هذا النقيب التابع لقوات الأمن المركزي الذي توفي في عملية اليوم، تم تشييعه في جنازة عسكرية مهيبة في محافظة الزقازيق. النهاردة برضو وزارة الداخلية كان لها كلمة على لسان المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، نعى فيها الفقيد وأكد على استمرار دور وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب وفي تجفيف منابعه. نتابع جزء من كلمة اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية ونستكمل هذه الجولة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. استشهد فجر اليوم بطلا جديدا من رجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم الزكية فداء لشعب مصر الأبي، النقيب أحمد وحيد عبد الرحيم من قوات الأمن المركزي، وذلك أثناء قيامه وقوة أمنية بمداهمة أحد العناصر الإرهابية المتورطة في العمليات العدائية التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت الشرطية والعسكرية بمنطقة القناة. كانت أجهزة الأمن الوطني قد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد أخطر العناصر الإرهابية بإحدى العقارات الكائنة بأرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، حيث قامت مأمورية شارك فيها جهاز الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وأمن الإسماعيلية. استهدفت المذكور وما أن استشعر بقوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها بكثافة فبادلت. أسفر ذلك عن إصابة النقيب أحمد وحيد عبد الرحيم بإصابات بالغة استشهد على أثرها، كما أسفر التعامل عن مصرع الإرهابي وبتفتيش مسكنه تم ضبط ما يلي: 2 بندقية آلية، قذيفة RPG كمية كبيرة من الذخيرة، 2 تليفون مجهز بدائرة كهربائية مغلقة معدة للتفجير، كمية كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات. وسوف تظل الشرطة المصرية ثابتة على موقفها دفاعا عن المصالح الوطنية، قوية العزيمة، ترفع راية فرض القانون بحزم وكبرياء مهما زادت الأعباء وكبرت التضحيات، ومهما تطلب ذلك مزيدا من العرق والدم. للفقيد الرحمة، فهو شهيد الواجب، ولأسرته طبعا الصبر والسلوان على ما ابتلاهم أو ما ابتلتهم به الظروف. ننتقل إلى خبر آخر، هذا الخبر خاص بتطوير مزلقانات السكة الحديد. وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب صرح بأن الحكومة رصدت مبلغ 4,475,000,000 جنيه لتطوير 27 مزلقان في 13 محافظة. التمويل سيأتي كالآتي، زي ما صرح اللواء عادل لبيب، قال انه دولة الامارات العربية الشقيقة ستقوم بتمويل 4 مزلقانات بتكلفة 680,000,000 جنيه، القوات المسلحة ستوفر 1.8 مليار جنيه لتطوير عدد من المزلقانات، اما وزارة التنمية المحلية فستقوم بدفع مبلغ تقريبا 2 مليار جنيه لتطوير باقي المزلقانات. من وزير التنمية المحلية إلى رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي اللي أدلى بتصريحات النهاردة أدان فيها مقتل سائق التاكسي في المنصورة اللي احنا كنا اتكلمنا عليه منذ قليل في جولتنا في المحافظات، وأمر الأجهزة المعنية بسرعة صرف معاش لأسرة الشهيد. دكتور الببلاوي أعرب عن خالص تعازي لأسرة المتوفي، داعيا الله عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته. ما زلنا مع أخبار دكتور حازم الببلاوي، وكان اليوم هناك اجتماع للحكومة المصرية، هذا الاجتماع كان مخصص لمناقشة تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور. دكتور حازم الببلاوي قال إن هناك إجراءات تتخذ في الوقت الحالي لضمان تطبيق الحد الأدنى والأقصى في موعدهم. وزير المالية قال إنه الحد الأقصى للأجور هيكون 35 ضعف الحد الأدنى، أي ما يعادل 42,000 جنيه.
وزير المالية قال أيضا أن الحكومة المصرية حاليا بتقوم بإجراءات لربط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي ببطاقة الرقم القومي، وبالتالي أي فلوس هتخرج لأي موظف حكومي هيكون معروف هو خد قد إيه من خلال البحث عن رقم بطاقته. خبر اقتصادي هام وهو من البورصة المصرية. البورصة المصرية معدلات التداول النهاردة وارتفاع مؤشرها وصل لمراحل توازي يوم 24 يناير 2011، يعني النهاردة المؤشر الرئيسي للبورصة إيجكس 30 أغلق عند معدل 6720 نقطة. المعدل اللي كان موجود في 24 يناير هو 6723 نقطة. أحجام التداول النهاردة وصلت أو حقق رأس المال السوق النهاردة مكاسب قدرت ب 3.5 مليار جنيه، ودي تعتبر من الإشارات الإيجابية اللي بيشهدها الاقتصاد المصري دلوقتي تبعا لتقدم الحكومة المصرية في استكمال خارطة الطريق. الخبر الأخير اللي معانا النهاردة من المحاكم المصرية، محكمة جنح مستأنف مدينة نصر تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من أبو إسلام ونجله، لأن هم كانوا اتهموا بإزدراء الأديان وتمزيق الإنجيل في إحدى المظاهرات العام الماضي أمام السفارة الأمريكية. انتهت هذه الجولة الإخبارية، هنخرج إلى فاصل قصير. بعد هذا الفاصل هنتكلم على موضوع هام للغاية، وهو نشاهد الأول مقطع من الحكم اللي قضت به جنح مستأنف مدينة نصر، وهو السجن المشدد 5 سنوات على أبو إسلام ونجله، وبعدها نخرج إلى فاصل قصير. النهاردة محكمة الاستئناف أصدرت حكم على أبو إسلام ونجله بتهمة ازدراء الأديان. عايزين حضرتك تقول لنا تفاصيل هذا الحكم الذي صدر اليوم. هو الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين منذ حوالي 7 شهور كان أبو إسلام راح مزق الإنجيل قدام السفارة الأمريكية ووعد المسيحيين أنهم سوف يأتي في المرات القادمة ويأتي بحفيده الصغير للتبول على الكتاب المقدس أمام الكاتدرائية. فوجهت له نيابة أمن الدولة 3 تهم اللي هي إزراء الدين المسيحي وتقدير السلام المجتمعي وإثارة الفتنة الطائفية. ومحكمة أول درجة كانت حكمت عليه ب 11 سنة لـ3 تهم الموجهة ليه ولابنه، لأنه قدام النيابة الحقيقة اعترف أنه عمل كده، وقدام المحكمة اعترف أنه عمل كده، لأن الوقت ده كان الأخ مرسي وأعوانه كانوا بيشجعوا على دمار البلد. فالحقيقة بعد قمنا بالاستئناف، قام بالاستئناف الـ11 سنة، نظرت قدام أكثر من دائرة، تنحوا لأسباب أو بأخرى لاستشعار الحركة أكثر من رئيس دائرة استئنافية، إلا أنه النهاردة دائرة مستأنف في مدينة نصر حكمت المحكمة على المتهم أبو إسلام ونجله إسلام بتعديل العقوبة من 11 عام إلى 5 أعوام في التهم الموجهة لي. فده احنا بنعتبر ده انتصار لمصر وليس حكم. احنا مش هدفنا الحكم على ابو اسلام، لانه ابو اسلام وقناته قناة الامة كانت تؤجج الفتنة الطائفية وتنفذ المخطط الاخواني الارهابي الذي كان في ذاك الوقت، وما زالت مع الاسف يعني كل القنوات تم غلقها الا قناة ابو اسلام اللي هي قناة الامة ما زالت تبث السموم ضد الجيش وضد الشرطة وضد مصر وضد الدستور وضد المسيحيين، يعني ما مخليش حد الا ويطال لسانه من الانتهاكات والتهكم والازدراء وما شابه ذلك. هذا الحكم هو حكم نهائي، حكم نهائي، لانه ده جنح مستأنف وليس له امام وليس امامه اي طريق الا طريق النقد، ولكن النقد لا توقف التنفيذ لانه حكم نهائي ينفذ، واذا قبل النقد ان شاء الله بعد 5 سنين يبقى ياخذ براءه. وده زي ما انا قلت حضرتك انتصار لمصر، نحن نبغي مصر ولا نبغي شيء الا مصر. هل كان ابو اسلام ونجله في قاعه المحكمه ام انه مخلص سبيله؟ لا، هو ابو اسلام طبعا اسلام هرب منذ الجلسه الاولى لجنح مستأنف، وابو اسلام اظن انه غير موجود في البلاد، او اذا كان موجود في البلاد سوف يتم القبض عليه خلال من النهارده لبكره. هنتابع مع تنفيذ الاحكام للقبض على ابو اسلام وايداعه ليلاقي عقوبته التي يستحقها
في تجدير السلام المجتمعي وكذلك عمل ازدراء الدين المسيحي وأيضا إثارة الفتنة الطائفية.